الاوقاف هيئة المحامين بالرباط. انا انوب طبعا في هذا الملف وازر كل من الدكتور التازي والحسن التازي وعبد الرزاق التازي ومدير مشكور. اليوم كانت المداخلة الثالثة لي من وربما هي الأخيرة إن شاء الله. ختمتها اليوم من خلال تقريبا ساعتين، أبرزت فيها ما هو أهم في هذا الملف هذا الذي يتعلق بجريمة التجارة بالبشر. هذه الجريمة التي أوضحت للمحكمة وبكل صدق وبكل موضوعية وبكل قانونية أنها في أصلها جريمة خطيرة، لأنه تمس الإنسان وتمسه في إنسانيته وتبقى يعني يبقى ضحيتها الفعل طيل حياته. لذلك كان هناك اهتمام من طرف المجتمع الدولي، الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية التي انضمها إليها المغرب ديال 2000 والملحق ديال 2002 والقانون ديال 2016 متعلق بالاتجار بالبشر، الذي هو بالنسبة لنا مهم جدا في هذه النازلة. والذي ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا الملف ماشي غير بالنسبة للموكل اللي كان أزرهم، ولكن بالنسبة للملف ككل لا وجود، أنا أقولها وتحمل مسؤوليتي، لا وجود على الإطلاق لجريمة التجار بالبشر بعناصرها المتكونة من إيواء ومن نقل وتنقيل واستقبال إلى غير ذلك عن طريق العنف والاستغلال ومقابل مبالغ مالية. فأهم فعل في هذا الملف الذي ينبغي مناقشته حاولت إبراز عناصره من خلال اجتهادات مهمة ديال محكمة النقد واجتهادات ديال المحاكم الملكة برمتها ورمتها، التي تؤكد بأن لا بد من توفر عناصر ديال التجارة بالبشر التي كلها تصب في إهانة الإنسان في كرامته وفي هويته وفي إنسانيته، واستعمال الإكراه والتدليس والخداع إلى غير ذلك. لكن هذه العناصر أظهرت اليوم بكل صدق أن لا وجود لها إطلاقا في هذا الملف بالمرة، والتمست في الأخير ببراءة الجميع، ليس فقط الموكلين ديالي وإنما الجميع، لأنه الجميع متابع من أجل مساهمة والمشاركة في التجارة بالبشر والنصب إلى غير ذلك. كاين متابعة كلها جات مجانية بطريقة جزافية هكذا، ولذلك اضطررت أن أطلب للجميع. وكنت في سياق كلامي وفي مرافعتي من حين لآخر لما يذكر أحد المتهمين أو المتهمات وبالحرام في سياق الكلام كنت أطلب له البراءة وأحاول أن أبرز موقعه القانوني والموضوعي والثابت وغير الثابت في هذه النزيلة. فالملف بقي الزملاء الذين يعني تتابع الآن يعني المرافعات، وأعتقد أنه لا شك أنه سيتأخر الملف، لا أدري ربما لأسبوع. وهذا، والسلام عليكم ورحمة الله.